الله وبركاته. أتكلم معاكم من مسجد البغدادية. هذا المسجد كانت عبارة كخلية نحل. كانت ما شاء الله الناس المدرسة كانت فيها العلماء، يعني كانت لا تخلى من الناس داخل المسجد. وكانت بالنسبة للملحق حق هذه كانت يدرسوا ما بين المغرب والعشاء وقت صلاة العصر. يعني كانت حياة بعكس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.